اسمع مني مع دكتور منال النابلسي لنحكي عن شو ممكن نعمل عند الانفصال او افتقاد الحبيب او الشريك السابق. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله تمام. ماشي كثير حلو الموضوع اليوم، وخاصه هلا كنا على فالنتاين، في كثير ناس يمكن بيكونوا باعياد معينه بيفقدوا اكثر لشخص كان موجود بحياتهم لفتره طويله او اثر فيهم. شو ممكن اول شيء هيك نعطيهم تيبس ليقدروا هيك تو اوفركم ات، ليرجعوا يعملوا حياه جديدة ما يفكروا كتير؟ مايك حق. هلا فالنتاين هو عن جد الوقت يلي انه بتصير بترجع تفكر انه واو وين كنت، ليه هيك صار معي، يعني بتعدي بينك وبين افكارك وبتصير بترجع بتعيش القصه اجين ان اجين، وبتزعلي على الانفصال اذا انت بعد ما شفيتي حالك منه. سو الانفصال هو صعب اول فتره، ونحن ما فينا نجي نقول انه انا كبسه زر فيني دغري هيك انسى وامشي، وخصوصا انه الرجال عند الرجال اصعب، لانه المراه عندها قدرة على التكيف على الأوجاع وعلى المشاعر السلبية اللي عم بتصير من بعد الانفصال، بس حسب الدراسات بتشير أنه الرجل هي بتاخد معه أكثر وقت تيقدر يمكن يروح ولا يزيح هدول المشاعر الانفصال بطريقة ويتقبلهم to move on. هيدي معلومة جديدة، هيدي معلومة لأنه جديدة عادة بنفكر العكس. صح. يمكن لأنه السيدات بيعبروا أكثر عن مشاعرهم أو عن زعلهم، الرجل ما ببين الرجل بيلجأ لأمور تانية. يمكن أمرار ليقعد بينه وبين أحاسيسه وما يعبر عن المشاعر، يمكن أمرار كمان بيصير في نوع من العنف ولا بيرجأ للكحول ولا بيرجأ لأمور معينة منا صحية تيقدر هو بس يشتت عقلاته، أو لعلاقة تانية يمكن سريعة يلي هي العلاقات الارتداد يلي هي مثل الريباوند ريليشنشيب، وهذا الشيء ما بيساعد الشخص أنه هو يتعافى بطريقة سريعة. سو نحن وقتا نجي نفكر أنه أنا منفصلة وبدي ساعد حالي، هي أهم شيء أنه أنا to validate my feeling، يعني افهم مشاعري شو هن بالانفصال، انه انا زعلانه لازم اقول انه ايه اكيد انا زعلانه، ما فيني اهرب من المشاعر، لانه هروب المشاعر بتخليها انه هي تطمر جواتك وتصير تكبر اكثر واكثر وتتراكم، وهذا الشيء بخلي لبعدين الشفاء اصعب واصعب. سو اول فتره وقت انا انفصل بيكون هي مثل نوع من الشوك يلي هي انه انا ما عم صدق شو عم بصير. سو هيدي الشوك بتخلي الانسان انه يقعد بخياله ويصير يتساءل انه طب انه كيف صار هيدا الشيء، ليش عم بيصير هيدا الشيء. وتاني مرحله فيها نوصل لمرحله انه انا لا ما عم صدق، في نكران معينه في هيدي الدينايل انه كيف يعني، انه بصير يتصرف يمكن اشياء بعيده عن شخصيته. صح. يعني او انه يعمل حاله انه هو مبسوط وبصير بتشوفي مثلا اكثر شيء البنات يمكن بيرجعوا بيظهروا بيتصوروا انه هن مبسوطين وهيدي بتكون نوع من البركه انه تيظهروا على السوشيال ميديا تيشوفهم الاكس تيقدروا يحسوا حالهم انه هن بعدهم مرغوبين. لانه وقت تفقدي شخص في عندك شعور الوحده، وهذا شعور الوحده يلي انت بدك يمكن تو افويد ولا تتجنبي، بتصير بتعملي نوع من الديستراكشنز اللي هي يمكن ما بتفيدك لبعدين. سو هيدي المراحل يلي هي بتقعدك بطريقه معينه بينك وبين حالك، يا بتصيري انت عم تظهري كثير تتفشي خلقك، يا بتنزوي وما بدك حتى تحسي بمشاعرك. سو اول شغله بنقول لهم انه لا، validate your feelings، زعلان، متضايقه، depressed، معصبه، هدول طبيعيين، مشاعر طبيعيه، وخلينا نفهمهم وخلينا يمكن نطلعهم بطريقه معينه، يعني نعطي هيدي الفتره حقها. اكزاكتلي. اكثر العالم بتقول انه لا ما تبكي، ما له ما بيستاهل انك انت تبكي كرماله، بس لا، بركي هي جواتها ولا هو جواته عن جد تعلق بهذا الشخص وبحاجه انه هو يطلعهم، لانه الدموع بحد ذاتها هي بشوي بتعطي بتطلع هالنيجاتيف انرجي اللي هي بجسمنا، وخصوصا وقت نحن يكون عندنا بريك اب بتصير بتحسي وجع بالتشست بالصدر، هو هيدا الشيء يلي بيجي من الدماغ يلي هون في نوع من النشاط الدماغي بطريقه معينه يلي بيتحفز، وهون بتصير بتحسي بالوجع كرمال هيك نحن بنقول انه عندي وجع هون، وجع بجسمي. سو نحن مش بس عم نحسهم داخليا، عم نحسهم كمان من جسمنا من برا. سو وقت نحسهم فيني انا اقول ايه اوكي صح، انا عم بحس بالوجع وعم بحس بالمشاعر هيك وعم بتصرف بهيدي الطريقه، لانه المشاعر هي عم بتولد نوع من البيهيفيرز ونوع من الافكار ونوع من التصرفات يلي هي عم بتخليني بدي بس افهمها تعرف انا كيف شوي شوي تطلع مني شوي شوي، لأنه إذا ما فهمتها وحبستها
حتنفجر بمحل معين. دكتور منال، نحن عادة منتعلق بالشخص أو بالحالة اللي نحن منعيشها معه، يعني خاصة وقت نترك منصير نفكر فيه إنه نحن منحبه بالقلب، أو منفكر بكل الشيء اللي نحن عم نعيشه سوا وعشناه سوا، ودايما منخاف إنه نحن شو رح يجي بعدين، كيف رح فينا نكمل حياتنا بليل هيدا الشخص. الاثنين سوا، لأنه في حالات معينة أنت بتكوني معلقة بالوهم، ما بتكوني معلقة بالعلاقة. انت معلقة بأول العلاقة الحلوة اللي هي الستيج ولا المرحلة الأولى الحلوة، بس من بعدها بتلاقي انه الشخص هو يمكن سام ولا منه منيح بطريقة معينة، وستيل بتبقي مع هيدا الشخص. وقتها تتركه بتصير بتطلع على حالك انه انا كيف تركت، انا متضايقة كتير، مع انه انت شفتي بمراحل العلاقة انه هو ما كان منيح. بس الزعل يلي انا زعلانة على حالي اول شيء، وزعلانة على الوهم يلي اللي أنا صدقته، بكون متعلقة بهذا الوهم، بكون متعلقة بهدول الأفكار يلي أنا رسمتها بعقلتي. وهنا أنا بقول لهم أنه طريقة لنحن ننفصل من كل هدول الأمور هي ندون ليش أنا ما لازم أكون مع هذا الشخص. أوكي؟ كتير مهم إحدى الإكسرسايز اللي بنعملهم أنه أنا ليش أنا مني معه، شو اللي عمله، شو عملت هي فيه، قدي كان فيها طرق سامة هيدي العلاقة، قدي ليش أنا تركت هيدا الشخص، شو عمل بالتفاصيل، هل هو أساء لإلي لفظيا جسديا معنويا. هيدول كل ياتون الليستة يلي أنا بحطها والقائمة هي بتساعدني أنه أنا شايفة حالي شوي شوي، لأنه وقت عقلي يرجع يتذكر هذا الشخص ويتذكر الوهم وقول يا الله أنه كل العالم بعلاقة، أنا هلأ وحيدة وهلأ هو تركني، بدي أذكر عقلاتي أنه أنا ليه مني بهذه العلاقة، وأنا ليه ما بستاهل أنه يكون فيها، لأنه بستاهل شيء أفضل. سو هيدا مثل نوع من الوعي والأوانس اللي بعمله لعقلاتي تو ويك أب، مثل ويك أب كول، أنه ويك أب من الفئة أنه أنت منك هون، مش لأنه هو منيح، لأنه 1 2 3 4، وهون بتصير عقلك ببلش هيك يبرمج الأمور بطريقة أحسن ويتقبل الواقع. هلا نحن عم نحكي شوي يمكن عن العلاقات بداياتها او يعني خارج الزواج، بس نحكي شوي عن زواج بصير الامور اصعب. اصعب بكون في اولاد، بكون في حياه بتجمعنا، ذكريات كثيره، هون قد ايه الصعوبه دوبل، وشو لازم الشخص يعمل، خاصه اذا هو بعده مغروم. يعني في فرق بين شخص عم بيعاني مع شخص، شخص تاني لا، يمكن بس بهالكوبل في واحد بده انه يترك. اكزاكتلي. هون وقت يكون في عندك مثل نوع من الانفصال العاطفي، اوكي، هذا الانفصال العاطفي بياخذ وقت، خصوصا من بعد زواج، وحتى لو يمكن ما في الحب يلي انت عشتيه باول مراحل الزواج وخف، بس ستيل انت معلقه بالعيله، وستيل انه في شخص فل وانا بعد بدي هذا الزواج، وعم نحط تحت امر واقع معين انه خلص انه انا بدي اتقبل انه هذا الشخص قرر هو يفل. سو هيدي المراحل كثير صعبه، والزعل كتير صعب. كتير مهم أنه أنا حيط حالي بالكوميونيتي وبالعالم يلي بيدعموني ويلي بيساعدوني ويلي بيفهموا مشاعري بطريقة معينة، وبيخلوني أنه شوف الأمور من منظار جديد. وهون أنا بدي بلش نوع من الهابتس، نوع من الأشياء الجديدة يلي فيني أنا أعملها بحياتي تبلش حرك جسمي، لأنه أكيد أول ما أنت تصيري تنصابي بالزعل ولا بالاكتئاب من بعد الانفصال، في خمول، الانرجي بتكون كتير داون، هقعد بالبيت كتير، يمكن بزيد الأكل، بخف النشاط، بطل في عندي موتيفيشن، بطل في عندي إرادة لأي شيء، لأنه خلص عقلاتي بيكونوا بلشوا يعملوا نامينج، وتصيري بتعيشي بنوع من الفراغ العاطفي، أنه أنت ما بتحسي بشيء، ما في شيء عم بتحسي فيه. سو هيدول المراحل كتير مهمة أنه أنا أول شيء أعرف أنه أنا يمكن إذا ما قادرة أنه أتخطاهم لحالي، بحاجة لدعم، بحاجة لثيرابي، بحاجة لحدا يقدر يساعدني، تبس أفهم مشاعري كيف عم يطلعوا، وبلش أنه يمكن أشتغل عليهم بطريقة تدريجية لأتقبل الانفصال. تقبل الانفصال ما بيجي بكبسة، وكل إنسان معيشه غير عن التاني حسب هو وتحكمه بعقلاته بفكره بمشاعره، وقد ايه عنده يمكن نوع من الأوانس والذكاء العاطفي تقدر يفهم مشاعره ويفهم المشاعر اللي هي عم بتدور من حواليه. سو قد ما أخذت وقت، أنا بقول لهم شو أخذت، كانت العلاقة 10 سنين مش حتنتسى بشهر، وكانت علاقة يمكن شهرين بس أنا يمكن بدماغي كان في عندي تعلق مش حقدر أنسيها كمان بسرعة كتير، لأنه هون كله depends من شخص لشخص على الدماغ وعلى الطريقة يلي هو بفكر فيها.
So, إذا أخذنا استراتيجيز معينة وبلشنا نعمل نوع من السلف كير والعناية الذاتية ونهتم بحالنا، نهتم بمشاعرنا، نهتم بأفكارنا، نمشي، نبلش يمكن هابتس جديد فيهم نوع من الأشياء الأرتستيك، الأشياء الحلوة يلي شوي بتخلي دماغي يحس بلحظات السعادة يلي بتخليني أنه أطلع من الحالة يلي أنا فيها. ويمكن وقت أرجع على البيت يمكن حترجع الحالة، بس أنا شوي شوي عم بعود الحواس أنه هن ما يرجعوا يكونوا ملتسقين بهذا الشخص ولا يفكروا فيه. وأهم شيء بهذه الحالة يلي هي أنه أنا ما أرجع للصور، ما أرجع للمساجات، ما أرجع للسوشيال ميديا يلي هي بتحطمني أكثر ما هي بتساعدني. لأنه إذا رجعت لأشوف أنه العالم تاني مكفي حياته بالكابلز حسب ما بنشوفهم على السوشيال ميديا وأنا وقفت حياتي هون، هذا الشيء بيخليني أنه أنا انزل بعد أكثر. أكثر لازم بس نترك أو يكون في شخص بحياتنا ما نشوفه، يعني نجرب قد ما فينا نبتعد عن الصور خاصة إذا نحن بعد عنا إياه على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه نعرف أنه في كتير أوقات بنضل بس عبالنا نشوف وين راح وين إجا هو مع مين مبسوط. هل لازم خلاص يعني نعمل بلوك؟ توتالي ما لازم ابدا نشوف هيدول الامور، لانه حيخلونا نحن بدائره شعور الضحيه انه انا ليك شو صار فيي، وهذا الشيء ما بيطلعني وما بخليني انا اشفى. لانه حواسنا النظر والشعور والذاكره كل هيدول الحواس اللي انا عندي اياهم، كل ما اشوف وكل ما شم بارفان بتشبهه ولا كل ما احس ولا كل ما اسمع موسيقى ولا كل ما اروح على اماكن بتذكرني بهذا الشخص، هذا الشيء بيعمل ري اكتيفيشن للامور يلي هي بجواتي بجسمي، وبصير بحس بشعور كثير متضايق انه انا تخلى عني ولا انا انفصلت ولا انا بطلت موجوده بهذا العلاقه، والوحده ما بكون ابدا متقبلتها وبصير في عندي شعور الزعل والاحباط. سو هون اكيد وي هاف تو كات اوف كل هدول الامور لفتره معينه تحس حالي انه انا استرجعت قوتي وقادره ارجع للاماكن يلي كنا نروح فيها، وقادره يمكن ارجع يمكن التقى فيه بالصدفه ويمكن اعمل نوع من الكنترول على مشاعري. بس يمكن المشاعر كلياتها ما بتزول كومبليتلي، بضلوا في عندنا هدول المشاعر الصغيره يلي بقول اوكي انه يمكن انزعجت مش احبط وقتها شفته. الانزعاج غير الاحباط غير التوتر، يعني بالمراحل المشاعر في كاليبر غير عن الثاني. سو وقتها انا خفف هدول المشاعر مش حكون والله واو مبسوطه انه انا شفت ماي اكس وانا متضايقه من جواتي، لا بدي اكون واقعيه انه اقدر دير مشاعري واقدر دير هالعواطف يلي جواتي تملش شوي شوي حاله الانفصال تصير تقبل شوي شوي أكتر. طيب دكتور منال، أوقات في كتير ناس بيعملوا ردة فعل عكسية، يعني منشوف مثلا بنات تركين أو حتى شباب يعني بيصيروا يظهروا كتير، يسهروا كتير، يفرجوا أنه هن كتير مبسوطين. هيدا الشيء قديه هو صحي أو قديه هو كمان غلط؟ لأنه مثل ما قلت ما بعيشوا حالة، بصير ما بدهم يقعدوا بالبيت لحالهم، ما بدهم يفكروا بشو صار، هيدا الشيء بيعمل بيرجع ردة فعل بعدين؟ أكيد عن بعض العالم ولا عن أغلبية العالم بيعمل ردة فعل، لأنه أنت بتكوني عم تهربي. كل ما زينة بتهربي من المشاعر كل ما تجي المشاعر وتلاقيك بمحل تاني وتلحقك. يعني كيف ما عملتي المشاعر ولا المشاكل يلي انت عشتيها حتلحقك بأمور تانية، حتلاقي حالك انك انت كل الوقت ما قادرة تتواجهي انت وياها، ما قادرة توقفي وتتحدي هيدول المشاعر ولا هيدول الصراعات يلي صارت بحياتك. سو نحن هون مندرب الكلاينت انه هو لا، اذا نحن هربنا هيجعوا يتراكموا وتراكماتها ما منيحة لصحتنا النفسية والبدنية لبعدين الأشياء والعلاقات الجديدة بدنا نكون فيها ولا شغلنا ولا حياتنا مع نفسنا بتصير يمكن أسوأ شوي وشوي. لأنه كذب يعني هي 100%. سو نحن بدنا نواجه الحقيقة، واجهة الحقيقة هي أنه نواجه المشاعر المزعجة. بس نحن من صغار معودين أنه أنا ما لازم أبكي، ما لازم أتضايق، ما لازم أزعل، ويقولوا لي أنت كوني قوية كوني أحسن من هيك. من هيدا المنطلق ومن هيدا المعتقد حتى بالعلاقات منصير منهرب. بس هيدا الشيء بينفع؟ أكيد لا. من أحسن الأمور أنه نحن ناخد فترة، هي فترة عزاء معينة. وقت يتوفى لك شخص أنت بتعزي نفسك وبتزعلي فترة، بترجع بلش بتتذكري الذكريات الحلوة. كمان نفس الشيء بالانفصال، هو عزاء نفسي، بدنا نحن نمرق بمراحل معينة وشوي شوي نحن منتقبلهم لهالمشاعر
وبتوصلي لمرحلة بتتقبلي انك انت بطلتي مع هذا الشخص وانك انت قادرة انك انت ترجعي تكوني حياتك وانك انت بتستاهلي احسن وتشوفي الامور من منظار جديد. حلو. يعني دكتور منال كلنا بنقطع بهدول الفترات، منه شيء كل شخص بوقتها بفكر انه هو بس مجروح هالقد، هو بس زعلان بالوقت اللي هيدا شيء طبيعي بيصير مع كل الناس، وبعد فترة يمكن بنطلع وبنصير نحكي عنه بكتير سهولة. هيدي الحياة، شو بدنا نعمل؟ أهم شيء أنه مثل ما قلت كل شخص يقتنع أنه هو بيستاهل أفضل، أو يمكن مش أفضل، أو يمكن أنه هو الأشخاص مش لازم يكونوا سواء، أحسن ما يكون في مشاكل بحياتهم. أنا بدي أتشكر كتير وجودك معنا، وإن شاء الله بنشوفك بحلقات لاحقة.